رحل بكر يونس إلى العراق بعدما أنهى دراسته في فلسطين. كان هدفه البقاء مع والدته في بغداد والعيش بجانبها. عمل الراحل موظفاً في جامعة بغداد، مستفيداً من تعليمه العالي وثقافته الواسعة. في بغداد تزوج بكر يونس من السيدة سعاد صبح المشهداني التي أنجبت له 4 من الأبناء. كانت تجربة الراحل في فلسطين والعراق أحد روافد ثراء معلوماته وثقافته العالية. زرع الراحل في الأبناء والبنات حسن الخلق والبساطة في التعامل مع الناس، فضلاً عن الإخلاص في العمل والاهتمام بالتحصيل العلمي. علاقة الوالد والوالدة، هذا الزوج المثالي وهذه الزوجة المثالية. زوجة جاية من عند أبعد بلد في ذيك الأيام، من بغداد، من العراق جاية، ولما يجي يبغى يرسلها تروح للعراق لأهلها، تقول له يا بكر الحين إحنا في حاجة، إحنا قاعدين نبني غرفة برا، إحنا قاعدين الأولاد وملابسهم وعيد وما عيد. يعني تتخلى عن إنها تروح لأهلها في الفترة اللي هي إجازة لازم تروح لأهلها. هذا واحد. اثنين، هو الرجل نفسه يعرف إنه هذه الزوجة تارك عائلتها وجاية عنده، وعندها الصلاة على النبي، الأطفال والصغار واللي لازم تروح ترتاح شوي، لكن لا، يجي يقول لها يا سعاد يا حبيبتي أنا أقول روحي وانبسطي مع أهلك، لكن هذه الحرمة أبدا. بالنسبة للجدول اللي يسويه طبعا عشان الطبخ، ما الطبخ كل أيام الأسبوع، لكن يوم الجمعة يقول لنا ها يوم الجمعة الطبخ علي، ولا أحد فيكم يدخل المطبخ. فإحنا نتوقع أنه راح يدخل يطبخ أو شيء، لكن عرفنا في الأخير أنه هذه الجمعة المميزة عنده، بعد صلاة الجمعة يروح يجيب الغداء، يجيب الكباب، المشويات، الفاكهة، الحبحب، الخبز، جميع أشياء مستلزمات الغداء هي المفروض عليه. فهذا يوم الجمعة مميز عندنا ومميز عنده، أنه ما تدخل المطبخ، نيجي نحط الصفرة بس وننتظر جاي الغداء اليوم على أبويا. فكان إنسان يعني سابق عصره وأوانه في كل شيء، في تعامله معنا، في ثقته فينا إحنا البنات، في احترامه لجيرانه لأصحابه. يعني يمكن لو تسأل 2 من زملائه ما تلاقي أحد يكره هذا الإنسان، يعني يجتمع الكثير على محبة هذا الإنسان، على أنه يعني متفتح وكشي، لكن ما يحب يكسر كلمة الوالدة. يعني مثلا أختي وفاء سافرت أمريكا تدرس هي وزوجها، فسناتي بتروح تدرس في الكويت بدون زوج، قالت ما عندي بنات يروحوا لوحدهم يدرسوا، ايش سويت انا؟ اضراب 3 ايام وماسكه المجله اللي فيها عن المعهد، الا انا ابغى اروح المعهد اقدم فيه تمثيل واخراج وفي ديكور وفي نقد، اروح انا اقدم. ما تروح امي راسها والف سيف، تروح تدرس تمثيل في الكويت، ايش اقول لربعي انا تدرسي تمثيل؟ روح ادرسي انجليزي، ادرسي شيء مفيد. شاف انه ما في فايده، تشاور هما الاثنين، قال لها البنت بتموت، خليني أنا بأخذها وأروح أشوف الوضع، وبعدين إن شاء الله إذا شفت أوكي الأمور خلاص خليها تأخذها أنت، يلا روح شوف. والله وراح معايا وقدمت وتميزت، وصار كل سنة هو الوالد والوالدة يجي يحضروا تخرجي ويحضروا المسرحيات اللي قاعدة أقدمها. في ذاك الوقت الوالدة قالت الحمد لله أني أنا ما منعتك، عرفت أني أنا واحدة يعني رايحة بتدرس متميزة. كان الوالد يقول أنا عندي 9 أولاد، مو عندي 9 بنات، من كثر الثقة اللي كان محملنا إياها، وهذا حمل ثقيل، مو أحد يعني يتحمل واحد يثق في بنات إنهم يسافروا وإنه يدخلوا في مجال الإذاعة والتلفزيون، وفي ذيك الفترة اللي كان صعب جدا إن أنت يعني تدخل في هذا المجال. حتى صديقاتنا كانوا يقولوا والله يا بختكم إحنا نفسنا ندخل هذا المجال، لكن صعب لأنه كان كل واحد ويعني تربيته وأبوه وأمه وطريقتهم في التعامل والتربية معه.